أخبار اليوم. شهر رمضان في دولة ماليزيا. من فضل الله تعالى على العالم الإسلامي أن جعل ماليزيا من البلاد الإسلامية، فهي دولة متحضرة إلى حد كبير، فتتمتع بنمو اقتصادي متسارع وصناعات متطورة إلى جانب المنظومة الاجتماعية والإنسانية بها. ويعتبر المسلمون المجتمع الرئيسي في هذه البلاد التي تتسم أيضا بتعدد الأعراق فيها، وللمسلمين الماليزيين العادات والتقاليد الخاصة بهم والتي تعتبر من التقاليد الشعبية أيضا، نظرا لأن غالبية أفراد البلاد من المسلمين. ويهتم المسلمون الماليزيون بحلول شهر رمضان الكريم، حيث يتحرون رؤية الهلال، وتصدر وزارة الشؤون الدينية بيانا عن بداية الشهر المعظم ويذاع في كل وسائل الإعلام، كما تقوم الإدارات المحلية بتنظيف الشوارع ورشها ونشر الزينة الكهربائية في المناطق الرئيسية. أما المواطنون فهم يبدأون منذ نهاية شهر شعبان الكريم في شراء حاجياتهم الغذائية وتحضير المساجد لاستقبال المصلين وتضاء المساجد كذلك، ويعلنون عن حلول شهر رمضان المعظم بوسائل عدة، منها الضرب على الدفوف في بعض الأقاليم. يقبل المسلمون رجالا ونساء وأطفالا على الصلاة في شهر رمضان، ويتم إشعال البخور ورش العطور في المساجد، ويصلي الماليزيون المغرب ثم يتناولون إفطارهم ويعودون للمساجد من أجل أداء صلاتي العشاء والتراويح ويتلون القرآن الكريم. وتنظم الدولة مسابقات حفظ كتاب الله تعالى بين كل مناطق البلاد، وتوزيع الجوائز في النهاية في حفل كبير على الفائزين وعلى معلميهم أيضا. وكثيرا ما يدخل العديد من أتباع الديانات الأخرى في الإسلام أثناء احتفال المسلمين بنهاية الشهر الكريم التي يحييها المسلمون عن طريق ختم القرآن الكريم، أو يعتنقون الإسلام أثناء أداء صلاة العيد والتي يراها الماليزيون جميعا مناسبة عامة قد تستقطب غير المسلمين لحضورها.